سيد ريبوار، كنت تسمع ما أمل أنك تسمع ما ذكره السيد معين الكاظمي حول هذه التعديلات وأيضا إعادتها ربما بعض مما يخص المادة 13 والمادة أيضا 14 وما إلى ذلك. هذه التعديلات وهذه البنود التي عدلت أيضا والتغييرات التي طرأت الآن في الموازنة وفي هذه الحصة ربما وحتى في الاتفاقات الخاصة ما بين المركز والإقليم، كيف تجدونها حضرتكم؟ يعني هل هي تصب في صالح الإقليم الآن؟ هل هي ما يستحقه الإقليم؟ طبعا الإضافات التي قدمتها والتعديلات التي أجريت على حصة أقليم كردستان من الموازنة بعد الاتفاق الذي جرى بيننا وبين الحكومة الاتحادية على نص معين ليكون هذا النص هو النص في أن يتواجد هذا النص في قانون الموازنة، مشروع قانون الموازنة، وأن يحدد فيه حصة أقليم كردستان وكل الأمور تتعلق بحصة أقليم كردستان من الموازنة. لكن التعديلات التي أجريت من قبل بعض النواب، حقيقة هذه النواب معروفة يعني مواقفهم السلبية تجاه أقليم كردستان، وللأسف يعني تواطأ بعض النواب من اليكتي معهم في تقديم هذه التعديلات، بل بالفعل يعني قاموا بهذه التعديل. لكن أريد أن أقول أن هذه التعديلات أولا غير دستورية وأنها غير قانونية، وهذه التعديلات تخالف تماما كل الاتفاقيات التي أبرمت بيننا وبين الحكومة الاتحادية. ولذلك ومن هذا المنطلق قمنا ودعينا يعني طالبنا القادة في الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة بضرورة مراجعة هذا الأمر، لأنه حقيقة هذا الأمر سوف يعني يقوم بهدم كل ما تم التوصل إليه من تعزيز العلاقة وإعادة الثقة بيننا وبين بغداد. كل هذه الأمور ستهدم بعد إقرار، إن قام مجلس النواب العراقي بإقرار أو بالتصويت على هذه التعديلات التي قدمتها هذه النواب.